الخير. مساء الخير على كل عمال مصر الجدعان اللي رغم محاولة كل الأنظمة إن هي تكسرهم إلا إنهم مكملين. عمال غزل شبين المصريين اللي ينقص المرض رغم إنهم فصلوهم عشان يكسروهم إلا إنهم مكملين ومعانا في القاعة دي قاعدين. عمال كرامتنا اللي اتفصلوا في عهد محمد مرسي عشان خاطر يكسروا حركتهم جوه المصنع وعمال جبري وزميلتنا بتاعت مستشفى الشفا وغيرهم رغم انه دي السياسه اللي بتستخدمها كل الانظمه. كل ما العمال يتحركوا عشان يطلبوا حقوقهم ازاي نخوفهم؟ ازاي نقطع رقابه القيادات بتاعتهم علشان خاطر الباقيين يخافوا؟ وفي الحقيقه ان هم رغم المعاناه الحقيقيه اللي احنا بنشوف زمايلنا بيعانوا فيها الا انهم والحمد لله ما بيكسروش. وخلونا مع بعض نكمل علشان خاطر فعلا ما يقدروش يكسروا حد فينا. خلونا نسند بعض ونساعد بعض عشان دي الطريقه الوحيده اللي ناخد حقها فينا. لان احنا شفنا ان في كل العهود ما فيش حاجه اسمها حرب على الارهاب وهم بيحاربوا الاخوان الإخوان المسلمين ما هوش على الراجل رجل الأعمال بتاع فرج الله اللي هو كلنا عارفين إن هو بتاع الإخوان المسلمين. فهم بالنسبة لهم حرب الإرهاب هي زي ما كان الأستاذ هشام بيقول من شوية إن إحنا جزء من حرب الإرهاب. عمال مصر اللي كانوا جزء من الثورة المصرية دلوقتي كل ما يقفوا ويفتحوا بقهم ويقولوا عايزين حقنا بيبصوا يلاقوهم يا إما بيفوتوا الإضراب بالقوة يا إما الناس يا اما بيكسروا الناس. بس احنا عايزين نوصل لهم كلهم رساله ان احنا مكملين. عايزين نقول لهم مهما عملتوا احنا طريقنا مكملين. لان احنا في الحقيقه يا جماعه لا الحكومه بتاع حسني مبارك كانت معانا ولا ايام المجلس العسكري كانوا معانا ولا ايام محمد مرسي كان معانا. واكتشفنا بعد شهرين ان الحكومه دي كمان مش معانا ولا حد شايفها معانا. يبقى احنا
وقفنا وضغطنا عليه. هل هنقدر نمشي ونروح عند وزارة القوى العاملة عشان نقول يا جمال الرعيدة يا مناطق يا لقاي نفس شعودك اللي وعدتنا بيها علشان خاطر رجعنا شغلنا وصرفنا جمال الدكتور لحد ما نرجع؟ نقدر؟ لو حد شايف